قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني في اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلجيكا، قال إن بلاده ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لاعتداءاتها من خلال إجراء مشروع أو إجراء مشروع وحاسم، متهما إياها بانتهاك استقرار وأمن غرب آسيا. من جانبها أعربت وزارة الخارجية أو وزيرة الخارجية البلجيكية خلال الاتصال الهاتفي عن قلق بلادها إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط. محذرة من مغبة وقوع حرب شاملة في غرب آسيا في حال عدم السيطرة على الأوضاع في المنطقة وأكدت الوزيرة دعم بروكسال لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وسعيها لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين وصفتهم بالمتطرفين